أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في جولة مسائية قبيل افتتاحات الأسواق الأمريكية اليوم. الملفت للانتباه والأكثر يعني تأثيرا في الأسواق هو تراجعات النفط التي حدثت منذ يوم أمس عقب تصريحات جو بايدن وتخفيضه للضرائب أو تعليق الضرائب على الوقود. طبعا هذا من شأنه كان أن يؤثر بشكل كبير جدا على أسعار النفط بالتراجع، تراجعت أسعار برنت بحوالي 1.6% في حين WTI تراجع بحوالي 4% فقط خلال هذا الأسبوع. طبعا مزيد من الضغط من قبل إدارة جو بايدن في الولايات المتحدة الأمريكية على النفط، وأيضا اجتماع آخر لجو بايدن مع مجموعة من الشركات المنتجة للنفط خلال اليوم مساء. كذلك الأمر الفيدرالي الأمريكي ينتظر يعني مساء، ننتظر اليوم الثاني لشهادة الرئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بالنسبة لتحركات النفط والضغط الذي يحققه إجمالا على الأسواق، أثر على أسواق الأسهم بالإيجاب، لأنه نحن عم نخفف تكاليف، عم تنخفض عندي مستويات التضخم، وذلك يعطي أيضا بعض الإيجابية. يوم أمس جيروم باول أكد أنه إمكانية رفع أسعار الفائدة حتى ب1% هي واردة جدا، ومكافحة التضخم هو أهم المحاور أو العوامل التي يعمل عليها الفيدرالي الأمريكي حاليا. هذا أعطى نوع من الإيجابية في أسواق الأسهم الأمريكية. داو جونز يناور فوق مستويات 30,500 نقطة، ونظرة سريعة على هذا الزوج كنظرة فنية. طبعا مؤشر الداو جونز يستمر في القناة الهابطة، يستمر بالاتجاه الهابط على الرغم من محاولات الارتفاع المحدودة. وطبعا هنا يجب أن نشير إلى أنه بقاؤه دون مستوى أو فوق مستوى 30,212 مستويات دعم على المدى اللحظي أو قصير المدى يضمن محاولات صعود. هذه المحاولات حتى تصبح احتماليتها أكبر يجب أن يتم اختراق مستويات 30,884 حتى نقول بأنه سوف يذهب لزيارة الحد العلوي من القناة الهابطة. أي عودة دون مستويات 30,212 تلغي أي سيناريوهات للصعود، ونعود مجددا إلى هبوط ممكن يوصلنا لمستويات 30,000 نقطة. في ختام هذا الفيديو نتحدث نذكركم بأنه في عندنا مجموعة من بيانات مديري المشتريات التي ستصدر مساء بالتزامن أيضا كمان مع يعني اليوم الثاني لشهادة جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، وأي تصريحات ممكن أن تؤثر. بالنسبة لمؤشر مديري المشتريات جاءت البيانات الأوروبية والبريطانية بقراءات نوعا ما متراجعة. هذا كل ما لدينا في هذا الفيديو، نراكم في الفيديو القادم.